هذا اخر يوم في الموسم الاول للمحاضرات بتاعتنا الدوريه، وانا الحقيقه استمتعت انا شخصيا بالفتره دي ان احنا كنا عاملينها لنفسينا علشان نتعلم اكثر، واعتقد ان احنا بعد 3 شهور اتعلمنا اكثر. كان عندنا فرصه كويسه جدا ان احنا نقعد مع بعضينا علشان نسمع من بعض، لان واضح ان احنا ما بقاش عندنا وقت ان احنا نسمع من بعض. المفروض في يوم 28 ديسمبر هيبقى عندنا اعاده للكورس بتاع الاوسيتي ان جيوغرافي كول في الزقازيق في مستشفى القدوس، وبعد كده في الاسبوع الثاني من يناير هيبقى عندنا الكورس بتاع دايابيتك بتريكني هيكون في جده، وبعدين في شهر فبراير هيكون عندنا اليوم العلمي بتاع النشط هيكون في القاهره. وده خلانا ناخد شهرين اجازه شهر 12 وشهر 1 علشان نحضر الحاجات دي، ونرجع نعمل ان شاء الله الموسم الثاني بدايه من فبراير. الجدول كنا ناويين نقوله النهارده، وبعدين فضلنا ان احنا ننتظر اسبوع علشان في عندنا مقترحات مختلفه، لكن ان شاء الله الجدول هيبقى ثابت. وانا سعيد ان احنا الجدول بتاعنا اللي قلناه من 4 شهور طبق بالكامل، واعتقد ان احنا هنا استمتعنا بيه. كان عندنا فرصه عن طريق موضوع الفيسبوك لايف اللي بقى عندنا تداخل من الناس ونسمع اراء ونستفيد بيهم في الطاقه. الموضوع اللي عاوز اتكلم عنه النهارده هو الاو سي تي اند جيوغرافي اند كويدال اسسمنت، وانا كاتب بريمينري اوفر فيو. المقصود ان احنا بنتكلم على مقدمه سريعه جدا علشان نفهم منها هل الاو سي تي اند جيوغرافي هيفيدنا في الكويدال اسسمنت ولا لا. اول ما ظهر الاو سي تي اند جيوغرافي كانت اول فكره في دماغي احنا عندنا في الاو سي تي اند جيوغرافي بنقدر نشوف الريتنا كويس، وانا مش شايف ان في اي ميزه يعني ان احنا نجيب جهاز جديد علشان نصور اللي احنا بنعرف نصوره بالفعل. طبعا بعد فتره اكتشفنا ان الاو سي تي اند جيوغرافي مختلف بشكل كبير جدا عن الفلوسين اند جيوغرافي، وان اللي بيصوروا جوه الريتنا مختلف عن اللي بيصوروا الفلوسين اند جيوغرافي جوه الريتنا. بس الحقيقه اللي كان يعني على بالي في وقت ما قريت عنه وسمعت حتى الاسم البدري انه انا عاوز اصور كويس بقى، لان احنا ما عندناش في مصر اي سي جي غير في اماكن قليله جدا، الصبغه قليله جدا، ما بنعرفش نتعرف على كتير من الامراض اللي بتحصل في الكويد. فكان عندي فرصه هايله ان احنا بقى نصور الكويد، وقت ما جينا نفكر نشتري انا عاوز اشوف الكويد احسن فيه. لكن اتصدمت مع بدايه الشغل، لانه لقينا صعوبات كثيره تخلينا تمنعنا ان احنا نشوف المنظر المفترض انه يبقى طبيعي جدا. المنظر ده هو اللايرز بتاعت الكويد اللي انا كنت بتخيل ان احنا بما اننا عندنا انجيوغرافي للكويد هنقدر نشوفها، بما ان الانجيوغرافي ده 3D يبقى هقدر اشوف اللايرز كل واحده على حده. ده شكل بس مش دايما بنعرف نشوفه للكويو كابيلارز، وبعد كده الساتر لاير الانترميديت كويدال فيسلز، وبعدين لارج كويدال فيسلز. افضل مكان، لان انا قعدت ادور كتير قوي عن حاجه اقرا منها عن الاو سي تي اسسمنت، وما لقيتش بيبرز لسه بتتكلم عن الموضوع ده، لكن كان في كورس جميل جدا كان منشور على اليوتيوب اتعمل في يناير 2016 في سنغافوره، كان اساسه اشيا، والجزء كبير من الموضوع ده اتكلم عنه دكتور مين وانج في 29 يناير 2016 هتلاقوه على اليوتيوب. الفاكتورز افكتنج الفيجواليزيشن اوف ذا كويدال فيسلز، رقم واحد الار بي اي اتنويشن اوف ذا اوريجينال او سي تي سيجنال، رقم اثنين الريتيرنينج سيجنال ار نوت ديتكتد، رقم ثلاثه الهاي فلو فيلوسيتي بتاع الكويدال لارج كويدال فيسلز، واخيرا الرابيد واش اوت فروم ذا هاي فلو فيلوسيتي اوف ذا لارج كويدال فيسلز تو ذا ديب كويد. شكل الكلام كده ممكن يبقى معقد شويه. هو اللي مفهوم واللي كان بيحصل مع الفلوسين اند جيوغرافي انه ريتنا بيجمنت ابيثيليم دايما بتشكل حائل يمنع ان احنا نشوف اللي تحتها، واعلى ريفلكتيفيتي في الريتنا في الاو سي تي هي الريفلكتيفيتي بتاعت النيرف فايبر لاير بتاعت الريتنا بيجمنت ابيثيليم. بالتالي احنا عندنا هاي ريفلكتيف لاير اكسبكتنج انها تعكس كل الاشعه اللي جايه، والاو سي تي عباره عن جهاز بيرسل ضوء وبيستقبل ضوء، فاذا كان الضوء معظمه بينعكس من الريتنا بيجمنت ابيثيليم لازم نتوقع انه الانعكاس ده هيمنع ان الضوء يدخل جوه الكويد ونشوف منه صوره. ونفس المعنى
اذا كان الريتنا بيجمنت ابيثيليوم بيمنع الضوء يدخل فهو كمان بيمنع الضوء المنعكس انه يخرج. بالتالي الريتنا بيجمنت ابيثيليوم هو العائق الرئيسي في ان احنا ناخد صور كويسه للكورايد يوزنج الاو سي تي، وهو بالتالي العائق الرئيسي ان احنا نعمل انتربريتيشن جيد لل باي او سي تي انجيوغرافي للكورايد. كلمه هاي فلو فيلوسيتي دي كلمه كده يعني غامضه شويه. والمفترض ان الكورايدال فيسلز ذا لارج فيسلز في العين، بالتالي احنا كل ما كان الفيسل لارج كل ما كان في بلاد بريشر اعلى، احنا بننتقل من بلاد بريشر اعلى لاقل لاقل لغايه لما نوصل للفينز. بما ان البلاد بريشر اعلى يبقى الفيلوسيتي هتبقى اعلى. الاوسو تي انجيوغرافي بيقيس ويزين رينج، زي ما احنا متخيلين ان احنا نفسنا احنا بنشوف خلال رينج، بنشوف الضوء من 300 لغاية 700، فكل اللي أقل من 300 مش هنعرف نشوفه رفلي، أنا بقول رفلي طبعا، وكل اللي أعلى من 700 مش هنعرف نشوفه. وده نفس الوضع بالنسبة للأوسو تي أنجيوغرافي، هو جهاز كمان بيشوف وزين رينج، فلما يبقى السرعة عالية قوي أو بطيئة قوي الجهاز مش هيعرف يقرأ. كلمة وش أوت هي كلمة بتعني نفس المضمون، لأنه اللارج كويدال فيسلز مفيش فيها تايت جنكشنز، بالتالي البلاد اللي بيدخل جوه اللارج كويدال فيسلز بيخرج على طول. واحيانا بنشوف البلاد اللي خارج في الكويد ده حتى في الفلوسين انجيوغرافي وما نشوفوش جوه البلاد فيسل نفسها. الحاجات دي دايما هتشكل عائق، وهنشوف دلوقتي اذا كان ده هيفرق معانا ولا مش هيفرق. لكن اول ما جالنا الجهاز انا فكرت الفكره، و يعني احنا لسه ما حولناهاش لبيبر حقيقيه، لكن احنا اتفقنا مع بعض انه مجموعه الدكاتره اللي بينا هنروح نصور نفسنا كلنا ونشوف الكويت بتاعنا ونعمل زي بدايه مقدمه بيبر. انا الحقيقه ما لقيتهاش لغايه دلوقتي، بتوصف شكل الاو سي تي انجيوغرافي في الكويت في النورمال بيرسونز على اعتبار ان احنا نورمال. تقريبا اخذنا 11 دكتور 22 عين وطلعنا الصور. كان الهدف ان احنا نعرف شكل النورمال كويدر ابييرنس يوزنج الاو سي تي انجيوغرافي. في الحالات دي استخدمنا الاي دي اي، خطتنا احنا استخدمنا الجهاز بتاعنا الزايس الانجيوبليكس، وعندنا خطه ان احنا نعمل مقارنه مع الاوبتي فيو وكمان يمكن مع النايت. اعتقد ان احنا اذا كملنا الخطه بتاعتنا دي يمكن على شهر ابريل يبقى بيبر على استعداد على الاقل ان احنا ننشرها في مؤتمر او ننشرها بشكل عام. ده الشكل اللي احنا لقيناه. انا اخترت حوالي 6 صور، احنا تقريبا كل الصور لقيناها بالشكل ده. الكوريو كابيلاريز بتبان از موزايك هايبر ريفلكتيف، ما بنقدرش نشوف الفاسكولار تري السمول كويدال فيسلز ما بنشوفهاش، لكن بنشوف موزايك هايبر ريفلكتيفيتي ووسطيها يعني في هايبر ريفلكتيفيتي وسطيها ارياز ديفايد اوف فلو، ودايما بتبقى شكلها بالشكل الموزايك ده. والحقيقه ان ده الكوريو كابيلاريز هي اكتر لاير بتتشاف، وتقريبا البيبرز العاديه وصفتها كتير. بالتالي لغايه هنا ما كانش عندنا ازمه، دايما نخلي بالنا ان احنا نشيل بروجكشن ارتيفاكت عشان تظهر لنا الصوره وكانها شادو كده، لانها لو ظهرت صوره حقيقيه معنى كده انه في بروجكشن ارتيفاكت من السوبرفيشال ريتنال لاير كنا شايلينها، وبالتالي شفنا المنظر ده 6 حالات وبقيه ال 22 حاله او 22 عين في 11 حاله كانوا بالشكل ده. الانترميديت كويدال لايرز ما قدرناش نتعرف على بلاد فيسلز حقيقيه، يعني هو في موزايك بس الموزايك ده واخد ليومن، يعني انا اقدر هنا اميز ليومن صغير، ليومن صغير ما هواش الشكل التقليدي اللي احنا بنشوفه في السوبرفيشال ريتن لايرز، ان احنا بنشوف ريفلكتيفيتي كامله مغطيه اليومن من اوله لاخره فبيبان البلاد فيسل. هنا انا قادر اتخيل انه في بلاد فيسل بس مش قادر اعرفه. لما يبقى في ارض ياتروفي، والحاله دي مش واحده من يعني الحاله دي كان فيها كويدال نيفس وحواليها ارض ياتروفي، انا اخدتها من ضمن النورمال على ان هي الحقيقه ما نقدرش نعتبرها نورمال، لكن بنقدر نشوف اللارج كويدال فيسلز وبتبقى فيها هايبر ريفلكتيفيتي محدده اللارج كويدال فيسلز. نقدر نشوفها هنا لانه اللايرز بتاعت الكويد بتبقى متداخله، يعني هما دايما داخلين في بعض بحيث ان هما مالهمش ليفل ثابت، يعني ممكن في المكان اللي فيه الانترميديت كويدال فيسلز يبقى فيه لارج كويدال فيسلز. عشان كده واحنا واخدين السلاب بتاع الانترميديت كويدال فيسلز بنلاقي اللارج كويدال فيسلز.
المشكله اللي قابلتنا دي مشكله مهمه، ان احنا ما كانش عندنا ستاندرد. احنا عندنا ستاندرد لكل اللايرز اللي فوق، لانه الاجهزه كلها حاطه قواعد تقول السوبرفيشال سلاب من كذا لكذا، الديب سلاب من كذا لكذا. لما جينا نتكلم على الكويل كان في ستاندرد اللي هو من 20 ل 30 مايكرون تحت الريتنال بيجمنت ابيثيليان، ده الكويوكابيلاريز. طب الانترميديت كويدال لاير قد ايه؟ احنا اخدناها بالتقريب. اللارج كويدال بس قد ايه؟ اخدناها بالتقريب. يعني عملنا بارامترز بتاعتنا احنا. لان الاجهزه حاطين في اعتبارهم انها غير مصممه انها تشوف الكويدال بس. ده شكل اللارج كويدال بس في حالات متعدده. هنا صدفتني حاجه غريبه. هنا انا شايف حاجتين وانا مش قادر افهمهم. شايف اليومن في هايبر ريفلكتيفيتي، حواليه هايبر ريفلكتيفيتي. انا مش قادر اعرف هو البلوت فيسل هو ده ولا ده. دايما لما اجي اعمل صعوبه زي كده اقارن بالانفاس، فانا اتفاجئت الحقيقه انه الانفاس مطلع لي الكويدال فيسلز هي اللي طالعه، اللارج كويدال فيسلز هي اللي طالعه هايبر ريفلكتيفيتي. الموضوع ده غامض جدا، لانه المفروض ان الاو سي تي انجيوغرافي بينقل لنا سيجنال لما يحصل ديكوريليشن. ديكوريليشن معناها انه في تشينج، والتشينج ده احنا بنفهم ان هو ار بي سيز بتعمل فلو بتتحرك. فالمفروض الديكوريليشن هو يقيسه على انه سيجنال عاليه تطلع هايبر ريفلكتيف. فازاي في المكان اللي فيه ار بي سيز بتتحرك وبتتحرك بسرعه تطلع لي هايبو زي بالظبط الصوره بتاعت الانفصل؟ هي طبعا وكانها خيال. الموضوع ده ما كانش ليه تفسير ولغايه دلوقتي مش مكتوب ليه تفسير. كان في ورك شوب كده بيتعمل في قاعات العرض في المؤتمر الكوفي في مدريد، ولما قعدنا على اكثر من جهاز المحاضر اللي بيعرض سالتهم في توبتون وسالتهم في زايس وسالت المحاضر اللي بيعرض في الانجيو فيو، ما كانش حد بيجاوب. يمكن دكتور مصري انجليزي قال لي ده علشان الفلو ضعيف، الجهاز ما بيعرفش يقيسه. فقلت له الكلام ده مش متناسق، لان انا بعرف اصور الكويدال لارج كويدال فيسلز في الهاي مايوب. فاذا كان الفلو ضعيف في الناس النورمال فمش منطقي ان الهاي مايوب الفلو يبقى فيهم اقوى. فراح باصص لي وضاحك قال لي يبقى عشان الفلو سريع. الكلام ده انا فهمت منه ما فيش معلومه واضحه واكيده، لكن الخلاصه ان احنا متاكدين من حاجتين. محمد، مش ممكن يكون كده بسبب ان الفلوس اللي داخل الكرويدال بلاد فيسل الكبيره دي سريعه جدا، فهو مش قادر يشوف الموشن بتاعتها ريلاتيف للحاجه الثانيه. ممكن ما هو صديقنا الدكتور المصري الانجليزي الرد بتاعك ده لما رد بطيء، هو بس هو الشاهد من القصه ايه؟ احنا دايما لما يبقى عندنا معلومه علميه، العلوم لا تنتقل للناس بالمنطق، المنطق يخلينا نفكر ازاي نطلع المعلومه، لكن المعلومه ما بتجيش الا اذا كان عليها دليل، مش المنطق. المنطق ينفع في الادب والشعر، ما ينفعش ممكن عشان كذا. لما انا سالت السؤال واحنا في ورك شوب وعديت على اربع اجهزه وعديت على الناس اللي عمالين يتكلموا في الاربع اجهزه وما حدش جاوب، لما الدكتور الانجليزي المصري جاوب اجابه وراح عكسها مباشره بعد ما سالته، فهمت ان احنا ما عندناش معلومه علميه صلبه، عندنا افكار منطقيه. كلام حلو، انت قلت ده كلام حلو وانا مقتنع بيه، انا كمان عندي نفس الرأي. عندي فكره انه جايز جدا يكون ده الوش اوت اللي بيحصل ايه؟ انه البلاد سريع جدا بيحصل ووش اوت، ان البلاد بيخرج مفيش عندي تايت جانكشنز، فبتخرج من اللارج كويدال فيسلز للاريا سراوندنج. ففي ار بي سيز بتتحرك او اتليست فلو بيتحرك، بلاش ار بي سيز حوالين الكابيلاري نتورك فوق. هو الهالر لاير مفيش فيها كابيلاري، هم مقسمينها ثلاثه لاير، الكوبي كابيلاريز وبعدين الساتر لاير وبعدين الهالر لاير. فالهالر لاير مفيش فيها كابيلاري نتورك، لكن في فلو من فلويد بيتحرك سراوندنج البلد. فالفلو ده هو اللي ديتكتد بالاو سي تي انجيوغرافي، على حين الفلو العادي البلد خرج منه مش ديتكتد لانه اسرع انه يبان. دي وجهه نظر، تبقى وجهه نظر. انا غرضي من ده ان احنا ننسى وجهات النظر، لكن نعرف ان هو ده الشكل اللي بنشوفه. ايا كان السبب هو ده الشكل اللي بنشوفه. الشكل اللي احنا لقيناه في حوالي 22 حاله. برضه عشان نبقى اكثر دقه ولا نستبق الاحداث،
اللي احنا شفناه في 22 حاله ده مش العلم، لكن دي مشاهده، والمشاهده عشان تتحول لعلم لازم يطابقها مشاهدات اخرى من اماكن اخرى. انا ما قريتش بيبر بتتكلم عن الموضوع ده، لكن احنا عندنا فرصه ان يبقى عندنا بيبرز بتتكلم عن الموضوع ده. وانا كانت فكرتي دايما واحنا بنعمل المشروع بتاعنا ده ان احنا نقعد نتكلم مع بعض، ان احنا نعرضه على الفيسبوك لايف، ان احنا يبقى عندنا كونكشن مع اماكن اخرى في مصر وفي غير مصر، نساعد بعض ان احنا ممكن نطلع بمعلومات نسبق فيها علشان ناخد خطوه اسرع في الايفالويشن. anyway دي كانت الملاحظات بتاعتنا في مقدمه المشروع بتاعنا ان احنا ناخد استادي. ولما اخذنا الملاحظات احنا كده عرفنا النورمال، فكان دايما المفهوم لما نحب نعرف اي حاجه ونشخصها، نشخص مرض لازم نعرف النورمال، فنقوم نعرف ان اللي مش نورمال يبقى مرض وندور عليه. في OCT انجيوغرافي بشكل عام احنا بنقيس فلو، بنعرف انه في فلو يعمل سيجنال، فبندور على areas devoid of flow، area ما فيش فيها سيجنال عشان دي تعني مرض، او فيها abnormal flow يعني abnormal devascularization. فانا لما هروح اشوف الكورويد انا في ذهني ان انا بدور، انا شفت دلوقتي شكل كوريوكابل نيرف، شفت شكل متوقع للساترال لاير، وشفت شكل متوقع للهبل. هدور بقى على الابنورماليتي في صوره ديفايد اوف سيجنال او في صوره ابنورمال سيجنال. ده اللي احنا شفناه. طب يا ترى العالم في الفتره دي شاف ايه؟ الدكتور محمد مدحت هو الجندي المجهول الدائم في كل ريسيرش ورك احنا بنحاول نفهمه، الحقيقه مش نعمله لان احنا ما نقدرش ندعي ان احنا عملنا حاجه. لما بنيجي ندور على حاجه بنقول له يا دكتور نلاقيه راح مطلع لنا 20 بيبر ونبدا ندور في وسط البيبر. فالحقيقه البيبرز المهمه قوي اللي احنا حبيت اقراها وحبيتكم تعرفوها، البيبر اللي نشرها ريتشارد بيت في الامريكان جورنال في سنه 2016. هو كان مهتم في البيبر زي عنوانها كده ان هو يشوف الفلو فيتشر في الكوريوكابيلاز. هو كان بيشوفه مع اختلاف السنين ومع اختلاف المرض، وانا مش ههتم قوي ان انا اقول لكم الفكره اللي هو وصل لها الكونكلوجن بتاعه، ولكن انا كنت عاوز اهتم انه في ناس اهتمت انها تصور، بس هم صوروا ايه؟ الكوريوكابيلاز. لما صوروا الكوريوكابيلاز لقوا الشكل اللي احنا شفناه، واحنا اتفقنا ان احنا شفناه. وقال كده ريتشارد سويت قال كلمه لطيفه يعني. قال ان احنا مش هنقدر نتعرف، يعني دي اهم كونكلوجن بالنسبه لي انا تخص الموضوع بتاعي اللي انا عاوز اتكلم عنه عن الاسسمنت. قال ان احنا مش هنقدر نتعرف على الفاسكولار نتورك بتاع الكوريوكابيلاز، لكن قال هنقدر نتعرف على المفروض ان كل ده موزايك هايبر ريفلكتيفيتي جواه ارياز ديفايد اوف فلو. فقال انه اسهل حل عشان نعمل انتربريتيشن للكوريوكابيلاز ان احنا نبص على الارياز ديفايد اوف فلو. وبالتالي هو بدا يدور لها على فكره، يعني دي ارياز ديفايد اوف فلو عكسها هو وخلى الفلو يبقى هو اللي خلى الارياز ديفايد اوف فلو تبقى هي اللي بالابيض علشان تبقى بالنسبه للجهاز سيجنال، يقوم الجهاز يعرف يقراها ان كومباريزون بالمربع كله، ويبقى كده شاف الفلو وزين ذا كوريوكابيلاز. وصور اربع، يعني حط تخيل كده ان النتورك كلها على بعض، ده شكل النورمال بالمناسبه، كلها على بعض بتعمل زي شبكه من ارياز اوف فلو جواها ارياز ديفايد اوف فلو، which means من وجهه نظر البيبر ان النورمال بيبقى فيه ارياز ديفايد اوف فلو. فاحنا عاوزين نشوف abnormal areas in comparison للنورمال. هو كان مصور ايجوليتد، مصور ناس عندهم 20 سنه لغايه ناس عندهم 70 سنه، ففعلا شاف areas اللي هو مصورها بالازرق دي ديفايد اوف فلو وبيشوفها وهي بتزيد. فدي الطريقه بتاعته انه يعمل assessment للكوريوكابيلاز. في سنة 2017 في يناير وفي أغسطس اتنشر تو بيبرز بيتكلموا عن نفس الموضوع. واحدة بتتكلم عن المايوب والتانية بتتكلم عن الايجوليتد ماكينة ديجريشن برضه في الكوريوكابيلاز. لو نلاحظ هنا عملوا حاجة لطيفة قوي، جه اهتم بالفلو وزين البي سكان وراح أخد الأريا اللي هو شاف مفيش فيها فلو وعلم عليها علامة وراح بص عليها في الـ OCTA انجيو وراح
حاوطها اللون الاحمر الصغير اعتقد انه مش باين، انا مش مهتم قوي، بس انا عايز اقول لكم ايه، هو مسك واحده واحده من دول وعلمها، وبالتالي حسب الدايمتر بتاعها. كتبت القصه دي انا فاهم يعني الحقيقه انها مش ابليكابل على الاطلاق، هو بس انا بشوف يعني انا غادي من عرض البيبر ان احنا نفهم هما الناس بتفكر ازاي، ان احنا عاوزين نوصل لمعرفه الكويتال اسسمنت يوزنج الاو سي تي انجيوغرافي. هما فكروا ان هما بيقيسوا ارياز ديفويد اوف فلو او ديفويد اوف سيجنال ان ريليشن تو ارياز اوف سيجنال، وبداوا يلاقوا طرق ان هما يقيسوها. في اغسطس 2017 في مجله الانفستيجيتيف اوف سالمولوجي اند ساينس برضه مطلعين اسسمنت للايج ريتد ميكال ديجنريشن حاسبين فيها الاريا ديفويد اوف فلو ومغيرين فيها الارياز اللي فوقيها او اللي تحتيها دوزن لانها بتغير شكل الفلو، فكل اريا تحتيها دوزن راح ملونها بالاصفر والارياز اللي فيها ديفويد اوف فلو راح ملونها بالازرق، وبدا يقارن ده النورمال ده عين عنده ايجوليتد ماكيولار ديجنريشن، ده مريض عنده ايجوليتد ماكيولار ديجنريشن بس عينه الثانيه فيها سي ان بي، فطلع نتيجه مهمه من وجهه نظره. وانا برضه مره ثانيه شايف ان الكلام ده صعب جدا انه يبقى ابليكابل، وفي برامج كتير على الكمبيوتر ممكن ترسم لها وهي تطلع لك الاريا، بس علشان نعملها ناخد نعمل خط الطول وخط العرض وناخد كل حته احنا شايفينها في البيس كان ما فيش فيها نروح معلمينها ورسمينها، حاجه خرافيه ومهوله. لكن هو طلع ان الناس اللي عندهم سي ان في في عين العين الثانيه مو لايف انه يجي لها فيها سي ان في، وبالتالي الارياز ديفويد اوف فلو اعلى للناس الثانيه. دي البيبر دي عملها بولي ايتال في اغسطس 2017 والشيخ ايتال في يناير 2017 كان مطلع بيبر مشابهه في المايوبيك ماكيولار ديجنريشن. البيبر الجميله اللي انا شايف انها تبقى ابليكابل فعلا حلوه جدا 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 منشوره في مجله الريتنا في 2017 برضه في ابريل 2017 اوكو ايتال من ضمن المشتركين في البيبر دي ريتشارد سبيد. البيبر دي لطيفه قوي، كانت بتتكلم عن اسسمنت للكويلر بلاد فلو فيجواليزيشن في الهاي مايو باستخدام البروجكشن ارتيفاكت. الصوره دي جميله جدا، وانا بقى بنصحكم ان احنا نستخدم الصوره دي فعلا. هو بدل ما يجي دكتور محمود شايف الكويد هنا فين؟ الكويد محمود حساب الكويد من الريتنا بيجمنت ايبيثيليوم لغايه الحته الصغيره دي، صغيره جدا. دايما الكويد في الهاي مايو بيبقى صغيره جدا، اللي تحتيه الهوموجينس هايبر انفكتيفيتي دي السبير، هو عاوز يصور السبير فبيقول لك انا لما جيت اصور مكان النورمال كوريو كابيلاريز طلع بالشكل ده ما قدرتش اشوف حاجه، لما نزلت خدت السلاب عند السبيرا البروجكشن ارتيفاكت اللي من الكوريدال فيستس على السبيرا طلع لي الصوره بهذا الكم الرهيب من الوضوح. احنا اول مره نشوف احنا كده شايفين كوريد باللارج كوريدال فيستس بالسمول كوريدال فيستس، يمكن لو وصلنا لغايه الفورتكس هنشوف الفورتكس صوره مهوله ومذهله ونقدر نعملها كلنا وابلكيشن رائع. هايبر افليكت لان احنا انا يعني زي توقعاتي في الهاي مايوب وفي الايجوليتد ماكيولار ديجنريشن الفلو بيبقى ابطا، لكن ده المنطق ده مش العلم. ما تشوفش البروجيكشن صح؟ ليه في الهاي مايوب؟ ما تشوفش البروجيكشن طب لو انت بتستخدم البروجيكشن. ليه في الهاي مايوب بالظبط؟ هو الهاي مايوب دايما عندهم اسكيميا لارج جلو فيهم اسكيميا وفيهم لو فلو، وده المنطق اللي على اساسه قلنا انه الريتنا بتاعت الهاي مايوب بيبقى الاوكسجين كونسامشن بتاعها قليل بالتالي ما بيجيلهمش بي دي اي بسرعه. انا توقعت انه يكون فاسكولار دينستي مش بلاست. الفاسكولار الفرق بين الفاسكولار دينستي والفلوستي في النص دي انجيوجرافي لسه امر شديد غائم للغايه، لكن هو في الاغلب اذا كان في اسكيميا وكانت العين اوسع واذا كان في لو دينستي ففي الاغلب هيبقى معاها لو فلوستي. الصورة دي لطيفة جدا لأنها بتبين الأبلكيشن للفكرة بتاعت مروكا إيتال على الأرض على الواقع. الصورة دي راح مصور فيها السكلير عنده هنا سي إن في، فالسي إن في بان إزاي واضح جدا في السنترال أريا اللي إحنا هنا لما نيجي نشوفها دايما على فكرة بنشوف المشهد الشنيع ده ما بنبقاش عارفين
دي فيها areas of diffuse choroidal atrophy لدرجة ان انا شايف الاسبيه, وفيها island of what we can think ان ده normal, بس هو ما طلعش normal لان انا شفت vascular في هنا في CMV علشان هو راح واخد السلاب بتاعته في السكرير, فالسكرير بينت له انه في early CMV. ده application جميل جدا جدا. How to use this idea, هي شايفها idea جميلة جدا. انا الحقيقة فكرت بقى, انا الحقيقة هتكلم من عارف انك كده اخدنا وقت طويل. انا بالنسبة لي كده لغاية السلايد دي الغرض من البرزنتيشن دي تحقق. انا كان عاوز الفكرة بتاعي ان احنا نقدر نعمل assessment للكويد using the OCTA antibody بسرعة كده. هحكي لكم على شوية application احنا عملناها الحقيقة في الحقيقة. أكثر من بيبر نشرت على الـ OCTA angiography finding في الدكتور كوهاناجي هرادة. مش هقعد أتكلم عن البيبرز بالتفصيل, لكن هقول إن هما كلهم كانوا بيكلموا أخيهم بتاعت أخيهم أنا قريتها يعني بتاعت أجوال التالي سنة 2016, بيحكي عن areas devoid of flow في الـ early active هرادة stage. والبيبر دي كانت جميلة لأن هو كان بيتابع, احنا عارفين إنه أول ما ظهر الـ swept source OCTA بقوا يقيسوا السيكنس بتاع الكويد في حالات الهرادة, وبيقولوا لا ده احنا مش هنبطل استيرويد في الهرادة غير لما السيكنس يرجع نورمال. فأجوال لتال قال احنا مش هنعمل كده بس, ده احنا كمان هنشوف الارياس اللي فيها ديفايد اوف فلو ونتابع واحنا بندي تريتمنت, ولقوا انه مع الوقت كل شوية الارياس ديفايد اوف فلو بتتحسن. فإدى انطباع لما حصل ريكارنس لقوها رجعت تاني. المريض ده كان عنده ارياس ديفايد اوف فلو, بدأ بطل علاجه بدري ورجع تاني areas divided flow. فاخد مننا فكرة حب ينشرها ونشرها الحقيقة في البيبر وتقبل انه areas divided flow تنفع كبرامتر للعلاج بتاع الوقت كوناجها, وده نفسه اتطبق على البيرتشوت areas divided flow. الحقيقة لما جينا نطبق الفكرة بتاعتنا على حالات هرادة فلقينا areas devoid of flow, ولقينا areas devoid of flow دي بتتحسن فعلا لما المريض بتاعنا بيتحسن. المريض بتاعنا المريضة بتاعتنا دي فضلت ماشية على استيرويد من كبارية النهاردة, مريضة احنا شخصناها في نص 2017 وهي ماشية بقالها 6 شهور او اكتر مع كمان استيرويد سبيرينج تريتمنت زي سايتوسبور. واعتقد ان هنكمل فولو اب على الحاله, انا عندي ليها صور بس يعني ده خارج التارجت بتاعنا النهارده, وشفنا انه في تحسن واحنا مكملين. انا اهتميت ان انا استفيد, انا طبعا مش هقدر اخد على الطاير الصغيره وابدا علاج, لكن انا اخدت على بقيه الفايندنج ومعانا كان دكتور امنيولوجي اللي هيبطل العلاج اكوردنج. دكتور محمد عندنا لسه مشكله, احنا قلنا هنوقف لما الاريا اوف ويد فلو تختفي. البيبر قالت كده تمام. اصلا عندنا نورمال اريا فويد اوف فلو في الكوركابيلاري هو بيقال لا هو مش بيختفي, هو بيقول انها الارياز دي تقل طول ما هو شايفها بتقل, يبقى انت كده ستيل اكتف هيفضل يتابع مره ورا الثانيه ورا الثالثه لغايه لما تبقى ستيل اكتف فتره مثلا طول ما هي شايفها بتقل يبقى كده هي ثابته. القصه دي برضه قالوها في قالوها في سي اس ار وقالوها في كل حاجه, لان هم ما كانش عندهم حاجه يعرفوا يعملوا بيها اسسمنت غير بريزنس او ابسنس اوف ارياز ديفايد اوف فلو, لان الاوستي بيصور فلو بس اصلا. مظبوط مظبوط. ولا وبالتالي احنا بنتكلم على كل امراض الكوايد في الكل كابيلاريز فيها ارياز, يعني دي ما تصلحش كطريقه فور ديفرنشيشن, هي تصلح كطريقه فور فولو اب. انت بتقول ان انت عندك اكتف ليجن, الملاحظه المهمه ان هم لقوا الفلو بيرجع مصطولي انه في انفيجن, مصطولي انه في اسكيميا. بعض الناس لقوا انه الفاسكولايتس اللي موجوده في الكويد دي ممكن يحصل منها اسكيميا لدرجه انه حاجه تشبه البام, لقيناها في ريتنال بيجمنت بيسيلايتس بس في الاوتر ريتنال لايرز, وده كان فسروه انها يعني علامه لوجود اسكيميا بتتحسن. شوت احنا صورنا حالات كان فيها كافيرنس هيمنجيوما, وشفنا الفاسكولار تي بتاع الهيمنجيوما اللي ممكن برضو علشان نبقى يعني واضحين
ما يكونش ده الفاسكولار تري التقليدي بتاع الهيمنجيوما، ممكن يكون ده اللارج كورويدال فيسلز عشان فيه ابيات وفي، بس الحقيقه انا كنت داخل ديب قوي وانا هنا في الكورويد ومش في السكليرا. السكليرا مش باينه علشان الهيمنجيوما يعني مخبيه السكليرا، وفي سيجنال فويد مش 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 نتيجه عدم وجود فلو، لكن نتيجه ان اللارج كورويدال ماس بتمنع او بتقلل البنتريشن وبيحصل شادوينج من الاندرلاينج كورويدال فاسكوليتشر. فلما انا دخلت ديب قوي لقيت ان انا شايف فاسكولار تري كومبلكس، صحيح باينه اوضح عشان فوق الفاسكولار تري دي في ارتياتو في، لكن لا تبدو بالنسبه لي ان ده شكل اللارج كورويدال بس التقليدي. في النيغس لقينا ان الكوريو كابيلاز بتبين لنا موزايك هايبر افكتيفيتي ان كومباريزون للادجسنت كورد، وده كان حاجه من اتنين. انا فسرت انه ده ممكن يكون انكريز فلو علشان في كومبريشن من النيفس تيشو لتحت، لكن كان في تفسير لطيف جدا والحقيقه انا شايفه اكثر تقييد. مره ثانيه احنا بنتكلم على العلوم المنطقيه، ليه علوم منطقيه؟ لان بنتكلم على فيري ايرلي فايندينج. الفايندينج دي علشان تتحول الى حقيقه علميه تحتاج ان احنا نجمع لها حالات وتبقى الفايندينج بتاعتنا تتحول الى مشاهدات، تتحول الى علم اذا اتفق عليها اكتر من مجموعه بحثيه. لقينا انه في الانفاس في انكريز افكتيفيتي. انكريز افكتيفيتي ده يفسر، هي دكتور احمد حبيب هو اللي فكر الفكره كويسه جدا، انه في ريتنال بيجمنت بيسيليوم، او بلاش انا اسف مش ريتنال بيجمنت بيسيليوم، في هايبر بيجمنتيشن في الكورويدال ليشن. البيجمنتيشن اعلى، الميلانين بيجمنت اعلى عاكس للاو سي تي ريز اللي هي من 830 في حالات السبيكتر دومين لغايه 1200 في حالات السويت سورس. فاذا كان في ضوء بينعكس بشده اعلى مكان النيفس، فطبيعي انه هيطلع الكوريو كابيلاز تظهر صورتها افضل واعلى في الريفلكتيفيتي في الارياز اللي فوق. يعني هي دي مش نتيجه ان الفلو اعلى، نتيجه ان في ريفلكتيفيتي اعلى من الريتنال، من مش الريتنال انا اسف، من البيجمنتيشن اللي تحت منها. سواء كان ده او ده، احنا بنتكلم على فايندنج كاركترستيك للنيفس في الكوريو كابيلاز. مش كده لازم نميز بين الفايندنج اللي نصلح ان احنا نبني عليها فكره للتشخيص وبين التفسير. التفسير دايما هيفضل غائب لغايه لما يثبت، هيفضل عليه مناقشات طويله. لو كان الدكتور كمان حاضر معانا كنا سمعنا خمس تفسيرات دلوقتي واحنا قاعدين. في حالات الكويدال متاسس، والحقيقه انا صورت يمكن اكثر من 6-7 عيون فيهم كويدال متاسس، وهنا يمكن تبقى المشاهده اكثر دقه، والحقيقه برضه صورت 6-7 عيون في الكويدال نيفس، وعشان كده انا بعتبر المشاهده هنا دقيقه. الملاحظه دايما انه مكان الكويو كابيلاريز في ارياز ديفايد اوف فلو بقى بحقه حقيقي، لانه بصوا على الاستراكشر، بصوا على السي سكان، مش هتلاقوا الارياز دي فيها نفس الديفايد اوف فلو هنا، مفيش هنا شادوينج زي الشادوينج اللي هنا، which means ان انا فعلا عندي ديفايد اوف فلو. والحقيقه انه احنا انا اكثر يعني لان كنت عملت اكثر من حاله وعملنا ستادي اتنشرت في نيو ريتنا، ظهر فيها انه الكوريو كابيلاريز والكوريدال فيسلز بتختفي لما يحصل كوريدال ميتاستاسيس، ولما بنعمل للمرضى دول اكسترنال بيم راديشن الكوريدال فاسكولاتشر بترجع تاني. وكانت الفكره بقى المنطقيه هنا لانها بترجع تاني، وانا بعتبر ان وجود التغيير ده بيثبتها، لما بنعالج بالاكسترنال بيم راديشن ترجع الكوريدال فاسكولاتشر معناها انه في انفيجن. الانفيجن ده بيدخل لليومن، ما بيعملش ما بيكسرش اليومن، لكن بيملاه وبالتالي بيمنع الفاسكولاتشر. اول ما بنعالجه ترجع الكويدال فاسكولاتشر طبيعيه، وده يفسر ليه مفيش فلو هنا. مره ثانيه ده بال 3 باي 3 في الكويدال تيست. طب انفيجن ولا كومبريشن؟ لا مش كومبريشن، لانه الكويدال تيست الديفلوبمنت بتاعها بيبقى ثرو، البروجريشن بتاعها بيبقى ثرو انفيجن. وعشان كده الكويدال تيست ما بتعملش لارج ماس عكس الكويدال ميلانوما اللي بتشتغل الجوس بتاعها بيبقى باي ديسبليسمنت مش انفيجن، فبتزق اللايرز وبتتحول لفيري فيري لارج ميكس.
هنا بيحصل انفيجن عشان كده بتتوسع افقيا وليس راسيا. الماكينال دوم لسه الدكتور محمود حسان عرضها لنا. واضح جدا انه الاليفيشن هنا مش في الكورويد، الاليفيشن هنا في السكليا، والسكليا مرفوعه، الكورويد شكله طبيعي. لما اي اصور ده هنا فعلا الاوسيتي انجيوغرافي هيبقى كونكلوزيف. لما اجي اصور الكوريو كابيلاس هتطلع لي نورمال، لما انزل تحت في الديب كابيلاري لايرز هيطلع لي المنظر اللطيف ده اللي هو انا كنت لسه من شويه بقول لكم ان احنا شفنا اللارج كويدال فيسلز ديفايد فلو، وكنت انا مش عارف هي دي ولا دي. لا انا كده اتاكدت لانه هنا في الاستراكشر باينه بالظبط زيها كاني بصور استراكشر. يعني الانجيوبليكس في الكويد مصور نفس اللي مصوره الاستراكشر في الكويد. anyway انا بتكلم على نورمال. سؤالي بي. احنا كده في الحاله دي لو نزلنا ناحيه السبيرا المفروض ان يبقى نصور سوا احسن هايبر ريفلكتيف هايبر؟ لا هتبقى هايبر ولا لا دي هتصور صورة احسن. دي مايوب. دي مايوب والمفترض انه تبقى هايبر. مفروض بس يعني اصل في بالك حاجه ممكن زي ما الهاي مايوبس البلوك بتبقى ستريتشد يبقى البلود فيسلز برضه الى حد ما ستريتشد، فلما تبقى مضغوطه سنه يبقى الفلو اسرع، فممكن يبقى ده يعني تفسير بس مش دايما تفسير عكسي بالظبط. بس خلي بالك ان انت هنا عندك حاجه مختلفه وده بيحصل كتير في الميل لدوم. لا مش بس كينج الكورويد هنا الكومبارزون بالكورويد المتعارف عليه في المايوب فيشن سيكر، وهم على فكره كانوا وصفوها في الميل لدوم لدرجه ان هم كانوا بيقولوا انه دايما السب ريتنال فلويد بيجي ما بيجيش هنا بيجي دايما يعني الليكج بيبقى من هنا لانه الميل لدوم بتعمل ستريس على الريتنال بيجمنت بيسيليم على الاريا اللي فيها سيلينج مش على الاريا دي. وهي كانت موصوفه في اكتر من بيبر اتكلموا عن الماكيولا دوم ان هي على الاريا بتاعت الكينج على الاريا بتاعت الديفليكشن البندنج. هنا لما سيبنا تحت شويه مطلعين هايبر ريفلكتيف دي بال 3 باي 3 على فكره نفس الحاجه. دي كانت مجموعه من الابلكيشن اللي احنا حطيناها عشان نفهم ازاي لو استخدمنا نقص تي انجيوغرافي في الكوانت وي كان ايفالويت وي كان جيت سام فايندينج. طبعا this is a very new finding ما نقدرش نبني عليها حقائق علميه، لكن نقدر نحولها الى حقائق علميه زي تمينا كلنا ان احنا ندور عليها. انا متشكر جدا وبشكر الجروب بتاعنا اللي كل شويه انا ببقى سعيد لما باجي اغير البرزنتيشن ان انا بقعد ازود الاسئله. متشكر لحضرتك.